نمستي، معكم محمد the founder of the house of healing. واليوم حنحكي بموضوع كتير مهم وكتير حلو، موضوع المصاري. كيف فينا نجيب مصاري؟ how to attract money and how to reprogram our belief and subconscious mind، عقلنا وعقلنا الباطني يصير receptive اكتر لقصة المصاري. نحنا مثل ما نعرف انه في معتقدات مجمعة بالعقل الباطني، ومنها المصاري شر، المصاري مش منيحة، المصاري whatever it is I don't wanna go. بس في معتقدات كتير بكرة بنبقى بنحكي فيهم، لأنه there is a list of beliefs، معتقدات لازم نشتغل عليها. بس أبسطها إنه اللي معهم مصاري كتير بيفوتوا على النار أو ما بيكون الجنة لهم. There is so many beliefs regarding هذا الموضوع، وهذا الموضوع كتير بيأثر collectively، يعني الوعي الجماعي. الوعي الجماعي يعني الشيء اللي بيربطنا كلنا على الأرض، أوكي، وبيربطنا كمان بغير dimensions. So في قصص مشتركة بين الهيومن. عشان هيك هلأ هيدي الأواكينينج هو the best time to start work on yourself. آخر كورس عملناه Law of Attraction، عملنا general work to assist each others in creating better life. After the feedback was great, so I decided now to talk on the money. Money is related to abundance. Okay, المصاري مفهومة deep أكثر من إنه ركز على المصاري. كيف هذا الموضوع؟ أنا بدي ركز على النجاح، نجاحي. كيف بدي ركز على نجاحي وعلى تطور نجاحي وعلى abundance وعلى الازدهار وعلى prosperity؟ ال steps المهم نعملها رح نتطرق لها بالفيديو الثاني ان شاء الله. بس هلا خدوا فكره عن الموضوع، بلشوا حضروا ليستا بكل الافكار يلي انتم عندكم اللي منيحه واللي مش منيحه خاصه بالمصاري على ورقتين، ورقه بيضاء ورقه ثانيه حدا، او فيكم ورقه تقسموها بالنص. بس خلينا نكتب المعتقدات يلي عنا اياها regarding the money، المنيحه واللي مش منيحه، كل المعتقدات. اوكي، سو خلينا نشوف next video ان شاء الله. Once you're ready and I'm ready, we will be explaining more about that. So as soon as you see this video, ما تطولوا، اكتبوا على ورقة وقلم، لأنه بين اليوم أو بكرة رح ننزل الفيديو التالي لنشرح أكتر ونبلش نشتغل ديب أكتر عن هذا الموضوع. Namaste, see you soon.